يا جدعان يا جدعان سيبوه نفسي كده يا عم الاستعجال ده بلدك دي قطعوا عليه انا كلام كده ايه ده تعالى 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 اكتب الكتابه وبعد كده روح كمل السنه بتاعتك وتعالى لي قطعوا عليه برضه اموال يا عم اقول لك كلميه خلاص انا بعت لها الحاجه اهو شنطة بتاع منتصر وراكي قولي لي شنطة اخي منها الكاميرا موسع جدا ايوه مش هينفع بكره تدوروا عليها وتقولوا مش هلاقيها صدقيني والله انا بشوفها في الدين لما روحت البيت بقى لي 3 ايام ايام 25 ده صورنا شويه صور وشويه انا نسيت الولاد عشان بقى ترجعني 25 تاني ولا لو انا كنت مستوعب ساعتها بس كان الضغط ساعتها كان جامد فمش قادر يعني ما عنديش وقت اصور ضرب كان على ودنه صور مين في حاجات فعلا لو صورت ترجع لي التاريخ ما كنا اتأثرنا وكنا بنجري ونايمين على الارض هنا من غير فرش مش ولا خيمه ولا فين بقى صورنا فيه بقى ما بعد هات الكاميرا احنا دلوقتي عايشين في حفله شوية نضرب مش كله حسن حالتي انا منتظر ما تساوي بعد اكتبه منتظر الضرب من الاخوان الاخوان ضربوه احمد ده جت منتظر الضرب يا رجاله منتظر الضرب جاي من هنا مش حد يعني اهو يا عم جاي مضروب اهو اضرب يا عم امال انت وانت مين اللي عامل في وشك كده صغير واحد بيضربني ماشي حبوا بقى عارفه في حاجه ثانيه رحت شفتها معانا واحد مصاب الاخوان ضاربينه وهو احمد بقى جت راح فين هرب من التريقة صور صور استاذ محمد انا والله منتظر روح ضربته ولا ما ضربتيش يا جماعه؟ لا كده بقى لا ضربتهم لا انا ضربتك مين عليك عشان اطور كده مين؟ نور بس كده عشان الراجل ده مش ظاهر طب انا عشان اطلع كده اطلع كده اطلع كده كان مسكين الالكترو وعاملين فيها السبع رجاله بس اتضربوا ومشوا بس في كتير والله وقعوا برضه هم اتضربوا ومشوا برضه لابسها بالمقلوب ولا انا ما انا عارف والله يا جماعه عايز اوضح لكم حاجه
احنا لو معانا مجموعه من ابراهيم هنا انا هلبس لهم ظابط بصراحه. ابراهيم الواد بعد التعديل وبعد ما قعد معانا فتره يعني ابتدينا ايه المعامله بقت طالعين على طول دلوقتي معامله صعبه جدا. صح يا متصل يا لا في البقع لو كان عندي كده حبيب ابراهيم انت ها شاين فشاين جبل مكس اسال على اسال على حاجه بعد ما اتفرج عليها مش هسال عليها تاني. بص انا في حاجه اول مره اقولها، اول مره اقولها للاسف.